بعض يعني العناصر الاجتماعية في بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية قد عززت هذه الصورة العدائية ضد العرب والمسلمين من خلال ما قاموا به من أعمال عنف وإرهاب دموية، حتى وجدنا يعني صورة ذبح الآخر الأمريكي أو الأوروبي على الهواء مباشرة على شاشات التلفاز. يعني أنا أعتقد أن يعني هؤلاء لا ينبغي أن نصفهم بأنهم تيارات نشاز، وإنما هذا هو نتاج ثقافتنا. ما هم نتاج ثقافة تنظر إلى الآخر بأنه لا يستحق الحياة وبأنه عدو مطلق لا يمكن التفاهم معه. وضعنا وثقافتنا ليست فيها خلل جذري يؤدي إلى مثل هذا السلوك. هذا الفكر الذي قال به سيد قطب، وهذا السلوك الذي أيضا يمارسه آخرون، يقتلون الناس الأبرياء أطفالا ونساء ومن ليس لهم أي ذنب، هذا لم يأتي من فراغ، هذا أنتجته هذه الثقافة، ثقافة أحادية الرؤية، ثقافة الاستبداد الثقافي، الاستبداد السياسي، الاستبداد الاجتماعي، الاستبداد الأسري، الاستبداد في كل شيء. وهذا الآخر ليس هو فقط البعيد، وإنما من نختلف معه حتى على المسح على الخفين نعتبره آخر، نقاطعه، ننابذه، نشنع عليه، نتهمه إلى آخره.